خديجه الله يرحمها من والدي. خديجه ما بقاش من الاثار، خديجه مشات ليا من هذا السوق، خديجه ما بقاش ليها على الاثار. خديجه راه اليوم ثلاث ايام باش جات خديجه، خديجه راه مشات لابسه الزرق الصايه والغوص، مشات تريكو بيض وفيه الغوص ولابسه صباط في رجليها. الله يرحم ليكم الوالدين. خديجه حتى واحد ما شافها من هنا، انا ولدي صغير هو اللي قال لي دري خرجها، ما تيقتوش ما سقتوش، باقي ما كيفرش الهضره، كيقولوا خرجها، كيقولوا داوى انما بنتي راه ما ماكداش منها. انا ما عرفتش بنتي فين هي، خاصني نشوف هنا في السوق ونشوف على برا ونشوف الخارج ونشوف الكاميرات ونشوف الفيديوهات ونشوف الامن الوطني ونشوف جلالة الملك وكل شيء قلب معايا. خديجة بنتي ماتت، خديجة بنتي مشات ليا، خديجة بنتي ما بقاش ليا الاثار، خديجة بنتي خاصني نشوفها. هذا باقا حية جيبوها ليا، إلا كانت باقا حية جيبوها ليا، إلا ميتة جيبوها ليا. انا بغيت بنتي تبان ليا، سدوا عليها في المحل، الله اعلم راه مبط عليها ريدو، الله اعلم راه دافنينا، الله اعلم خديجه خرجوها، ما عرفتش بنتي فين هي، شي اثار. الله يرحم ليكم الوالدين. شوفوا ليا بنتي، انا قلبوا ليا على بنتي. يا ربي تبين لها بنتها، يا ربي تبين لها بنتها، وتحنن هاد المرا ولا هاد يا ربي تبارك معاها، يا ربي حنايا غاشي انا وعينا وعن الله بها هي، يا ربي تنزل الرحمه في قلوب الانسانيه، يا ربي تنزل. خديجه ما بانش ليا الاثار، خديجه ما بانش ليا الاثار، خديجه بنتي عذابه، خديجه العالم الله شنو فيها، العالم الله شنو فيها، العالم الله شنو عندها، خديجه 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 خديجه